طيب مفهوم البيعة، نحن طالما بنتكلم عن الحدود وعن الدولة بتاعتهم، مفهوم البيعة الأخوان المسلمين فهموا للبيعة ما زي ما قرر وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يموت المسلم وليس في عنقه بيعة للحاكم المسلم، لكن في الإسلام ما شرط أي زول فينا يمشي كده يسلم على الحاكم ويبايعه، يده حتتقطع لأنه هناك كم مليون. العلماء قالوا يبايعوا عنك العلماء والفقهاء وأهل الحل والعقد وأهل الشورى، بيتحملوا عنك شنو؟ يعني نحن كده مبايعين خلاص مثلا، خلاص ده في الفقه الإسلامي كده. لكن دل أصلا رافضين البيع لأي حاكم مسلم، الأخوان المسلمين، وبالمقابل ما عندهم بيعة إلا لأمير الحزب تاع الأخوان المسلمين. نشوف أول شيء كلامهم، بعد ذلك نجيب من جوا كتابهم ببايعوا منو. مالك بيع شرعية مع أهل البلد، هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. رجل مالي بيع مع أحد مش فيك شو مالك؟ رجل مالي بيع مع أحد مش فيك شو مالك؟ عيب على الملك أخي الملك. أنا مالي بيع، هلوش البيعة إيش؟ عيب على الملك أخي الملك. أنا مالي بيع، هلوش البيعة إيش؟ يعني بيعتك لمن؟ بيعة حجاج العجمي لمن؟ أنت البيعة الشرعية في رقبتك لمن؟ لا لا بيع لي، لا بيع في عنقي لأحد. أمير الكويت؟ ولا أمير الكويت. لا لا بيع لي، لا بيع في عنقي لأحد. أمير الكويت؟ ولا أمير الكويت. أنت تو قبل شوي تقول داعش خارجيين وما أدري مين، أنت الآن ها تمثل الفكر ليس خارجي. ليس هذا فكر الخوارج. طيب بيعتهم لمنو؟ ده كتاب فتح يكن من كبار منظري الإخوان المسلمين، عنوان الكتاب ماذا يعني انتمائي للإسلام، طبعة مؤسسة الرسالة، في الصفحة 77 قال ماذا يعني انتمائي للحركة الإسلامية، يعني الإخوان المسلمين، يعني سبع أشياء. الأولى أن أعيش للإسلام، الثانية الثالثة الحركة الإسلامية مهم إلى آخر، السابعة أن أدرك شروط البيعة والعضوية، دي السابعة. قام شرحها في صفحة، ده مع عنوان، شرحها في صفحة 165 إلى 167، شرع البيعة وأركانها عند الأخوان المسلمين. مش قال لك ما عنده بيعة؟ ده الأول سعودي ما عنده بيعة، قال الحاكم بتاعه، والثاني حجاج العجمي كويتي، والأول سعودي. طيب البيعة وحكمها الشرعي عند الأخوان المسلمين طبعا مش في الإسلام. قال البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره، أمير الجماعة، أمير الحزب، يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في نفسه وأمور المسلمين، مش في أمور المسلمين بس، في نفسك أنت ذاتك. تطلق المرأة تجي تسلم نفسك لمنو؟ للرئيس بتاع الحزب أو أمير الجماعة. دار تعرس مرتك، دار تلد، لابد تجي لمنو؟ أمير الجماعة، بعدك تمشي الداية طوالي. طيب قال كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك. حرام قال لك تنازع الأمير بتاع جماعة الأخوان المسلمين في أي حاجة. والبيعة دعين كلها للبدع تقريبا أو جلهم عند جماعة التبليغ برضو، فيه ما تشوفون عاملين فيها دراويش وبتاع، تلجوا عندهم بلاوي متلتلة، عندهم بيعة وعندهم عقيدة اسمها الدينامو، بيقعد واحد بعد صلاة العصر الجامع مش بيشوفوه كم عظيم معاهم متر، الجماعة دين 10 في 10 معناته المركز هنا يم حلوة الدناير ده مثلا، بس يتغذى يقعد هنا، وديك بنطلقه في البيوت يدقدقوا الأبواب، ده بيقعد هنا بجر السبحة. قال بسبب هذا الدينامو تنزل البركة في الحي الذي خرجوا فيه. عندهم حاجات جوا خطيرة، وعندهم بيعة، بيعة هناك بيبيعوا في مسجد بلال، بايعتك على نخرج، على نخرج 40 يوما، تقول نفسها بكم شغالين هناك، عندهم حاجات جوا كثيرة النازع. طيب قال ولا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وده أصلا يا جماعة جزء منه كبير، أصلا جاء في حق شنو؟
الحاكم بالمنشط والمقرى تطيعه في الحاكم، وهم زادوا عليها ذاته زيادة شيء ما أمر به والله حتى للحاكم، وجعلوا له منه يا جماعة للأمير بتاع الحزب بتاع الأخوان المسلمين.